يلا تبعوا راح. كان عنوان درسنا اليوم شو؟ كم شكل عندنا حرف الداء؟ داء بأول جنس صحيح. هلا بدي طالب يطلع على اللوح يقلع كلمة التفاحة يحط لها دائرة حول حرف التاء ويقلع بأي شكل اجى حرف التاء. هاي هاي كلمة التفاحة حط لها دائرة حول حرف التاء دائرة حول اشو اسم الشكل اجى فيه بكلمة التفاحة داء بأول كلمة داء بأول كلمة أول تفضلي. بعد انقطاع 5 سنوات عن التعليم عاد الأهالي إلى منازلهم ودارت حركة التعليم في مدينة اللطامني. الإقبال كممتاز على التعليم، عندنا عدد لا بأس فيه من الأطفال عادوا صاروا يرجعوا على المدارس، ومعلمين موجود، الكادر التعليمي موجود، المدرسين موجود، ولكن نحن بحاجة إلى كل ما تستلزمه المدارس من أدوات مدرسية، كتب، دفاتر، أثاث. بحاجة المدرسة إلى ترميم، إعادة تأهيل الصفوف كلها، لا يوجد فيها لا نوافذ ولا أبواب ولا شبابيك. نحن من نطلب من المنظمات تلفت النظر إنا وتقوم بمساعدتنا وإعادة تأهيل المدرسة لتكون صالحة للتعليم طيلة العام. والله لا شو